هيدي خبرية. خبريتنا الحلوة لليوم هي عن مجموعة من الشباب اللبنانية اللي تطوعوا لمساعدة الأشخاص المحجورين صحياً أو الملتزمين بالحجر المنزلي عبر إيصال مستلزمات اللي بيطلبوها دون أي مقابل للحد من التجمعات. من بعد ما نشر الشاب قاسم شاهين منشور على صفحته بأحد مواقع التواصل الاجتماعي وبيعلن مبادرة بتوصيل الأغراض على البيوت المتواجدة ببيروت، بلش عدد الشباب يتزايد لهالمبادرة بمناطق مختلفة بلبنان. وفيكن انتو كمان تشاركوا بهالبرنامج وتبعتولنا أخباركن الحلوة كل يوم عبر الكومنت. وما تنسوا تعملوا سبسكرايب على يوتيوب ولايك لصفحتنا على فيسبوك.